السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يكون بخير. النهاردة هنتكلم عن وصفة جميلة جدا كلنا بنتمنى ان هي يكون عندنا، لان هي مفيدة لحاجات كتير. اولا بتعالج السيلولايت، ثانيا بتعالج الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء الى حد ما، ثالثا بتحافظ على ترطيب الجلد بشكل وبصورة جميلة جدا. الزيت بيبقى غالي بره قوي 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 الزيت دوت. رابعا بقى مادة الكافيين اصلا بتساعد على حرق يعني اي دهون، يعني زي السيلولايت مع التدليك او الدهان بتحرق مع الوقت طبقة الدهون دي. رابعا بالنسبة للشعر بيساعد على نمو الشعر بطريقة جميلة جدا. فدلوقتي انا كنت عايزة اشتري قهوة، زيت القهوة. زيت القهوة طبعا عارفين انه مفيد جدا للشعر وكل اللي انا قلت عليه، بس مش موجود وما كانش متوفر. فطبعا يعني قلت اجرب بالوصفة دي ولقيتها جميلة جدا، هقول لكم ده اللي هنا ايه. طيب طريقة صنع زيت القهوة، طبعا اللي هنا ده زيت مخلوط مع القهوة. هنشوف انا عملت ده ازاي وهنستخلصه حاليا دلوقتي ازاي. طيب خليه بس عشان خاطر ما ينشفش. اولا دول معلقتين كبار من البن، سواء انت عايز تعملي بقى اكتر او اقل، دول معلقتين كبار. وهنستعمل معاه زيت يكون زيت خامل ملوش اي حاجة وبيعمل ترطيب بس، وهو زيت دوار الشمس اللي هو عباد الشمس، لان عباد الشمس هو ملوش اي يعني هو بيرطب بس، لكن ملوش اي تأثير. زيت خامل ملوش اي تأثير في اي حاجة، لان احنا عايزين التأثير بيبقى القهوة بس. وفي ناس ممكن تحط برضو زيت زيتون، بس زيت زيتون برضو هو ترطيب، فبس الافضل يكون زيت دوار الشمس. هجرب معاكم. طبعا انا مش هعمل ان انا عملتها، لان الموضوع بيقعد على النار وكده، فانا بس هقول لكم الدنيا بتمشي ازاي. اولا احنا هنا كده بناخد، مثلا انا حطيت معلقتين، تمام، الشوية اللي انا حطيتهم دول، تمام، بنجيب اصغر منهم شوية. يعني مثلا ادي الزيت اهو، هنبتدي نحط اقل منه شوية، بس كده، مش هنحط تاني. يعني كمية الزيت بتبقى اقل من كمية البن، تمام. البن لازم بيبقى اكتر. يعني مثلا هنحط، مثلا هنجيب بطرمان. الطريقة بقى هنجيب بطرمان او نجيب طبق يكون طبق زي ده كده. هبتدي انا هنا حطيت طبقة من البن، بعد كده فرشتها كده شوية، وبعد كده ابتديت احط الزيت على الوش بطبقة صغيرة قوي. يعني مثلا لو الطبقة زي مثلا، ممكن مثلا نشرحها هنا كده، لو طبقة البن هتبقى كده مثلا اهي، فهو الزيت يبقى طبقة بسيطة جدا عليه. يعني لو البن يبقى طبقة قد كده، الزيت يبقى اقل منه شوية. وبنبتدي نحطها في، لو في حاجة عندكم ألمنيوم او سلاستين ليها غطا يبقى الافضل، ده يبقى احسن يعني. وبتبتدي ان انت تحطيها في حلة فيها مية مغلية وتسيبيها على النار لمدة ساعتين، تمام. طبعا اللون واضح جدا ان البني ده مستوي من البن اللي مش مستوي، تمام. طبعا انا هوريكم ازاي دلوقتي، والطريقه هتبقى ازاي في فيديو دلوقتي هبينه لكم، ان هو ازاي ان انت تحطيها على النار.
تبتدي في مدة الساعتين دول تقلبي بالمعلقة كل نص ساعة، وتبتدي ان انت تزودي مية لو الحلة ذات نفسها احتاجت مية، لان احنا عايزين هو تسخين بالبخار فقط، احنا مش عايزين تسخين مباشر على النار عشان الزيت ما يتحرقش. تمام، يبقى احنا عرفنا زيت دوار الشمس اللي هو عباد الشمس والبن بتاعنا بس، يبقى احنا كده يعني احنا كده مشينا الوصفة بتاعتنا. تمام، هنبتدي بقى نصفيه ازاي. هنجيب معانا اي شراب، لو شراب فليه او شرابات او معصم من المعاصم دي، اي حاجة تكون يعني بتفتح زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنعمل مع بعض، طبعا ده خلاص احنا قلنا الطريقة ازاي. دلوقتي هنبتدي ان احنا نعمل مع بعض، نشوف هنصفي ده ازاي. خلاص، هبتدي بس اجيب مقص اقص بيه المعصم بتاعنا عشان انا عايزاها تكون كبيرة، قطعة قماشة كبيرة. وهبتدي ان انا افردها كده. تمام، وابتدي احط الزيت بتاعنا. بسم الله، مش مشكلة هتقع كلها، مش مشكلة. طبعا زيت البن اصلا مش متوفر في مصر كتير قوي، ناس كتير بتطلبه من جوميا لان هو فعلا فعلا مش موجود في الصيدليات، حتى الصيدليات الكبيرة انا مش بصراحة مش عارفة يعني ايه السبب ان هو مش متوفر. بس زيت الكافيين بجد ده يعني بجد مهم جدا للبشرة، بالذات للناس اللي بتشتكي من السيلولايت او من الخطوط الحمراء او كمان لتطويل الشعر، يدهن بيه فروة الراس، وده طبعا حاجة مش مضرة. اهم حاجة على فكرة كمان نوعية البن، بن يعني انواع بقى البن بدون ذكر اسماء، طبعا في انواع بن بتبقى رديئة وفي انواع بن بتبقى هي مشهورة. هنبتدي ان احنا نزق الزيت بالشكل ده اهو، وايدي خلاص بقت كلها زيت اصلا. بس الدنيا ما تتبهدلش. زيت البن ممكن كمان نجيب شراب فيليه، وزي ما انتوا شايفين كده عملنا زيت البن ده طبعا التفل. ياريت ما نرمهوش لان هو ممكن يتعمل بيه زي تقشير للبشرة، ده ما يترميش، يتعمل بيه تقشير للبشرة او تدليك او اي حاجة. نشوف بقى، نجرب الزيت كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو مفيش اي حاجة من اللي هي البقايا بتاعت القهوة، مفيش حاجة من بقايا القهوة خالص، مفيش اي حاجة خالص. ده دي ايدي اللي عملت بيها. وريحته فعلا كافيه خالص، ريحته قهوة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوه لان هو جميله جدا ومفيده جدا للبشره بشكل كبير جدا في كل حاجه، يعني مفيد للبشره في كل حاجه. الكافيين مفيد للشعر جدا بشكل كبير، وطبعا هناخده وهنحطه في هو بجد يعني حاجه خرافه جدا. سوري، اتمنى ان انتوا تجربوه. ادي الزيت بعد ما عملناه، مفيش اي يعني حبوب بن خالص، هو زيت صافي. ممكن كمان احنا لما نيجي نحطه في الازازه لو في حاجه من البن اللي هي اتراكمت لتحت مش هتبقى ليها اي حاجه خالص.
زيت البن طبعا احنا عارفين مفيد زي ما انا قلت في اول الفيديو لحاجات كتير جدا، والشعر بالذات للبنات اللي تشتكي من تساقط الشعر وعدم نمو الشعر. بس طبعا دي يعني كمية صغيرة انا عملتها. لو احنا عايزين نعمل كميات كبيرة هنبتدي ان احنا نحط بن اكتر زيت اقل، بن اكتر زيت اقل على حسب الكمية. يعني مثلا 3 معالق بن كبيرة يبقى هنحط بس خلي بالكوا ان البن ب 3 معالق، مش 3 معالق بالجرام، يعني اللي هي المعالق اللي هي بتبقى مكتوب عليها الجرام دايما بيبقى اقل، دايما بيبقى اقل. يعني لو البن قلنا قد كده اللي في الطبق هنحط قد كده نصهم بالظبط. إيه لو عايزين تحطوا معايا ممكن زيت السمسم، ممكن تحطوا معايا زيت السمسم. لو عايزين تحطوا معايا ممكن زيت ايه تاني، زيت الزيتون برضو ممكن. إيه بس زي ما قلت لكم انا حبيت دوار الشمس لانه انا عايزه زيت خامل بس، لان انا عايزه استخلص الكافيين بس من إيه، مش عايزه اي ماده معاه تاني عشان ما تغيرش فيه صفه من صفاته. وده طبعا كان البن اللي احنا عملناه بعد ما خلص ناشف جدا زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لكم ما ترموهوش، ممكن نعمل بيه تدليك للبشرة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش يا بنات بقى لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.